دور منظمة الأمم المتحدة في تحقيق السلام. نحن قلنا قبل هالمرة ليش انوجدت، ليش نشأت منظمة الأمم المتحدة؟ مشان حفظ الأمن والسلم الدوليين. طب بدي أسألكم سؤال، شو الأجهزة، شو الأجهزة اللي بتستخدمها المنظمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين؟ ثلاثة، إن مجلس الأمن، الجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية. إذا أنا بدي أعرف إنه شو الأجهزة اللي بتستخدمها منظمة الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين؟ شو هني؟ واحد مجلس بالترتيب هني. واحد مجلس الأمن هو اللي بيحتل القمة. اثنين البعض مين؟ الجمعية العامة. ثلاثة مين؟ محكمة العدل الدولية. بدنا نشوف أول شيء مجلس الأمن. بدنا نحكي شوي عن مجلس الأمن. يعني هذول عبارات أول شيء بيجوني صح وخطأ. مين بيحتل الريادة في حفظ الأمن والسلم الدوليين؟ مجلس الأمن. يعني ممكن يغلطوه يقولوا لك الجمعية العامة تحتل الريادة. لا غلط. مين بيحتل الريادة؟ مجلس الأمن. بعدين الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة شو منحه؟ منحه، لاحظوا معي، هل إذا دول مخلة بالأمن والسلم الدوليين، يعني دول عم تعمل مشاكل، شو عطى الميثاق؟ إنه يعاقبهم. إذا عطى السلطة مشان يعاقبهم. إذا شو منحه ميثاق الأمم المتحدة للمجلس الأمن؟ منحه السلطة على معاقبة مين؟ الدول المخلة بالأمن والسلم الدوليين. إذا بنحكي عن الأمن أو مجلس الأمن بسرعة مرة ثانية، أي مرتبة بيحتلها هو؟ الريادة، يعني القمة. هو بيحتل المرتبة الأولى، تمام؟ يعني أظن يحتل المرتبة الأولى في حفظ الأمن والسلم الدوليين. اثنين، حتى الميثاق أعطاه سلطة، قال له إذا بتشوف حدا عم بيخل بالأمن الدولي بتعاقبه، تمام؟ فسؤالي هون، ما الحالتين التي يتخذ من خلالها مجلس الأمن الإجراءات العقابية؟ طب هلا مجلس الأمن إيه ما بده يعاقب دولة عم بتخل بالأمن والسلم الدوليين؟ واحد، عندما يرى أن استمرار النزاع يمكن أن يعرض السلم الدولي للخطر. يعني هلا هو شوف، خليكم معي، مثلا دولتين عم يعلقوا مع بعض، شاف انه هالمشاكل بيناتهم بدها تعرض الدول الباقيه للخطر، هو شو بيتدخل هون؟ بيعاقبهم، تمام؟ وانا عم بقول له شو الحاله اللي بيتدخل فيها مجلس الامن وبيعاقب الدول؟ اذا شاف انه الصراع يستمر وبيعرض السلم الدولي للخطر. اثنين، اذا الفريقين او الفرقاء اللي عم يتعالوا مع بعض اشتكوا له، هون شو بيحق له؟ هو يعاقبهم كمان. مثلا اثنين بنفترض اشتكوا لمجلس الامن، قالوا له في عندنا مشكله، حتى مو ضروري الاثنين اللي بيناتهم مشكله، يمكن دوله مجاوره اشتكت عليهم، هون شو بيحق له لمجلس الامن؟ انه يعاقبهم ويتدخل ويطلع قرارات اتجاههم. اذا بدي احفظ الحالتين اللي بيحق لمجلس الامن فيهم انه يعاقب الدول المخله بالامن والسلم الدوليين، شو هن؟ اذا شاف انه الصراع عم يستمر ويعرض السلم الدولي للخطر، شاف طريقة تانية كمان انه الدولتين اشتكوا له او شكت له دولة تانية، سواء كان هذا الصراع يعرض السلم الدولي للخطر او لا يعرضه للخطر. مثلا مثل هون طالبين بالصف، طالب من هالفرقة وطالب هالفرقة مع علقانين مع بعض، هذا عم بيطلع صوت وهذا عم بيطلع صوت، طالب هن بيحلوا يشتكوا للإستانس هيناتهم، ومين بيحلوا يشتكي كمان؟ طالب ثالث عم يتأثر فيهم، مضبوط ولا لا؟ حتى طالب رابع ولو ما عم يتأثر بحق له يشتكي، بيقولوا لك الاثنين عم يعلقوا مع بعض، مضبوط ولا لا؟ إذا المحفظ اللي أخذناه هلا على السريع، اللي أخذناه هلا هن الأجهزة الثلاثة سهلين كثير ما فيهم شيء، مجلس الأمن، الجمعية العامة، وثالث شيء المحكمة العدل الدولية. حطوا لي على السؤال هون هام، سؤال هام، ما الطرق التي يتخذها مجلس الأمن في حل النزاعات الدولية؟ شوفوا شو هيك، أنا اثنين متخانقين، مثلا أحمد وشادي متعلقين، كيف بدهم يتصالحوا؟ أنا مثلا بقول لهم روحوا اثنيناتكم قعدوا مع بعض تفاوضوا، أو جيبوا وسيط يحل المشكلة بيناتكم، تمام؟ مجلس الأمن شو الطرق اللي بيتبعها لحل المشكلة؟ مثلا اشتكيت له سوريا ولبنان على مشكلة، هو شو بيقول لهم أول شيء؟
انتوا اتفقوا مع بعض، تفاوضوا حلوا المشكله. سواء بالمفاوضه، بالتحقيق، بالوساطه، مثلا بتدخل الاردن وسيط بيناتهم ليحلوا المشكله. من حلت المشكله هون؟ شو بيعملوا اثنيناتهم؟ بيشتكوا له للمجلس، هو بيطلع قرار. بيطلع لهم قرار، مثلا اشتكت اللبنان وسوريا بيقول لهم كذا، كذا، كذا. هم قراراته بتكون مو ملزمه. يعني هن ما ملزمين ليطبقوا هالقرار هذا. إذا شاف لسه المشكلة ما انحلت بهالقرار هون، هون شو بيعمل؟ بيعاقبهم. بيطلع وسائل جزائية، يعني بيجازيهم، وهون قراراته ملزمة. يعني إجباري عنكم رح تطبقوها. تمام؟ إذا مجلس الأمن لحتى يحل المشكلة شو بيعمل؟ أول شيء بيدعي الطرفين المتنازعين، بيقول لهم حلوا المشكلة بيناتكم، تفاوضوا، تحاوروا، دخلوا وسيط بيناتكم حلوا المشكلة. شاف ما مشي الحال، هن شو بيعمل؟ بيطلع قرارات. هن نفسهم بيشتكوا له فبيطلع لهم حل. هن يا بيرضوا بهالحل يا اما شو ما بيرضوا. هون بتكون قرارات غير ملزمه. ثالث شيء ما مشي الحل، هون بتصير مايه مثل ما بيقولوا، في وسائل جزائيه، يعني في عقوبه بدهم يرضوا فيها اجباري عنهم. تمام؟ اذا نرجع نعيدهم قراءه. في البدايه يقوم بدعوه الاطراف المتنازعه الى حل الخلاف بينها عن طريق المفاوضات او التحقيق او الوساطه. في حال فشل هذه الدول في حل الخلاف يتوجب عرض المشكله على المجلس ليوصي ما يراه مناسبا. هون القرارات شو بتكون؟ غير ملزمه. بالنهايه في حال استمر الصراع وهدد السلم والامن الدوليين، من حق مجلس الامن اتخاذ ما يراه مناسبا من الوسائل الجزائيه. طب تعال شوف شو هي الوسائل الجزائيه. شوف اول شيء شو بيعمل بالدول. بيقطع العلاقات الدبلوماسيه معهم، مثل الاب. لما واحد بده يقترح للاب بيقول له ابنك شو كيفه؟ بيقول له والله قليل تربيه، ما عم بقدر عليه. شو بيقترحوا له العالم؟ ببلشوا العالم يقترحوا شو يعمل لي ابنه. شو رايك ما بقى تعاملوا معامله شباب مثل ما بتعاملوا؟ تمام. بيجي على البيت هالاب ما بيعاملوا معامله شباب لابنه، ما بيمشي معه. بيقول له طب شو رايك تعملوا حظر اقتصادي، ما تعطي مصاري. بيشوف ما بيعطي مصاري ما مشي الحال، بيقولوا له شو رايك تكعروا من البيت، تطردوا من البيت. بيشوف حاله ما في، ما مشي الحال، اخر شيء تعال هون لك حبيبي، ببلش يطحبش وبيستخدم القوه. مظبوط ولا لا؟ يعني استخدم عده خيارات ما مشي الحال، اخر شيء شو بيستخدم؟ القوه العسكريه. اذا بدي اعرف شو الوسائل الجزائيه اللي بيستخدمها مجلس الامن، واحد قطع العلاقات الدبلوماسية، اثنين طرد من المنظمة، ثلاثة الحظر الاقتصادي. ما مشي الحال بهالثلاث امور شو بيعمل؟ قوة عسكرية. هون شو بدكم؟ قرارات ملزمة ولا غير ملزمة؟ قرارات ملزمة. يعني في حال فشل، اسمعوا شوي، قطع العلاقات الدبلوماسية. في حال فشل الطرد. في حال فشل الحظر، شو بيعملوا اخر شيء؟ قوة عسكرية. مشان ما بقى يصير مشاكل بالعالم طبعا. اخر شيء عنا جوابه نفسه اخذناه قبل شوي. ليش انتم برايكم ليش منظمه الامم المتحده ليش كلفت مجلس الامن بالتحديد بحل الامن والسلم الدوليين؟ لانه شو عطى الميثاق قبل شوي؟ السلطه لردع الدول شو اسمه المخله بالامن والسلم الدوليين. هيدا هو السبب فقط. اذا ليش ما الجمعيه العامه؟ ليش مو محكمة العدل الدولية؟ مين عطاها السلطة؟ الميثاق. تمام؟ إذا ليش هو بالتحديد اللي بيحافظ على الأمن والسلم الدوليين؟ لأن الميثاق منحه السلطة على معاقبة الدول المخلة بالأمن والسلم الدوليين. هلا مطفي ومحفظ كل شيء بحق الأمن. كل شيء بخص مجلس الأمن حفظه الأمن. طب بدي أسألكم، هلا بدنا نحكي عن الجمعية العامة، هو من الأجهزة اللي بتمثل المنظمة، تمام؟ بس أي قضايا بتحل الجمعية العامة؟ مثل ما حل المجلس الأمن، مثل ما حافظ الأمن والسلم الدوليين، وشو عطى الميثاق لمجلس الأمن؟ السلطة على فرض العقوبات. أما هو شو عطى الميثاق؟ شو عطى الميثاق للجمعية العامة؟ لاحظوا، أتاح لها أن توصي باتخاذ التدابير السلمية. يعني هي ما بحق إلا، اسمعوا شوي، هي ما بحق الا بس شو؟ توصي بالتدابير السلميه ضد اي او لتسويه اي موقف
عندما ترى أنه قد يضر بالرفاهية العامة للشعوب أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم. يعني الجمعية العامة، لاحظوا كل واحد له وظيفة، مجلس الأمن بعاقب الدول المخلة بالأمن والسلم الدولية، الجمعية العامة شو بتعمل؟ تتخذ التدابير السلمية ضد أي موقف. شو هي المواقف؟ أي موقف بيعكر صفو العلاقات الودية، وأي موقف شو بيعمل كمان؟ بضر رفاهية الشعوب. وقتها بحق لها الجمعية العامة تشتغل. طب بدي اسألكم سؤال، مين بيحتل الريادة؟ مجلس الأمن. فمعناه هو بالمرتبة الأولى بحل القضايا. مين بالمرتبة الثانية؟ الجمعية العامة. طب بس يعني هلا إذا مسألة أو قضية عرضت على مجلس الأمن بحق لها الجمعية العامة تتدخل؟ لا. بس بحق لها إيما إذا طلب المجلس منها. هلا بدي اسألك سؤال، إذا واحد جاي لعندي بدي حكيني، انت بحق لك تجاوب بدالي؟ لا. ممكن ايما تجاوب انت لما اقول لك مثلا يا فلان جاوب عليه انت. في حال انا فشلي كمان، حتى اذا المجلس فشل يحل القضيه هي بتتدخل. يعني اول شيء باعتبار انه المجلس يحتل الرياضه هو بيحل القضيه. في حال فشل مين بيحلها؟ الجمعيه العامه. عم بيقولوا لي بشكل عام، هل يحق للجمعيه العامه ان تتدخل في اي مساله معروضه على مجلس الامن؟ لا. بحق لها بحالتين، شو هن؟ في حال طلب منها المجلس، وفي حال فشل المجلس. طب كيف شغلها؟ هي الجمعية العامة بتضل فاتحة ليل ونهار يا ترى؟ لا. أنا مثلا اشتكيت لها للجمعية العامة، شو بتعمل؟ جلسة خلال 24 ساعة بتراقب المشكلة وبتحلها فقط. إذا قالوا لك ما آلية عمل الجمعية العامة، كيف بتشتغل الجمعية العامة؟ بعقد جلسة طارئة لمدة 24 ساعة تراقب من خلالها شو؟ النزاعات والتي تهدد الأمن والسلم الدولية. قراراتها ملزمة ولا غير ملزمة؟ غير ملزمة. دايما لاحظوا معي، الجمعية العامة شو طلعت القرار؟ غير ملزم. إذا هلا بدنا نعيد الجمعية العامة منشان نحفظها على السريع. إذا الجمعية العامة الميثاق على طلب يعني مثل مقارنه، شو الشيء اللي منحه الميثاق لمجلس الامن؟ اذا اتخاذ القرارات العقابيه او السلطه لردع الدول المخله. اما شو اعطاها الجمعيه العامه؟ اتخاذ التدابير السلميه ضد اي موقف يعكر صفو العلاقات الوديه، وايضا شو قلنا؟ يضر برفاهيه الشعوب. بحق لها للجمعيه العامه تتدخل بمجلس الامن؟ لا. أو بأي قضية معروضة على مجلس الأمن؟ لا. إلا بحالتين، إذا طلب المجلس منا أو إذا فشل المجلس لحل القضية. ثلاثة، كيف بيكون عمل الجمعية العامة؟ بعقد جلسة طارئة لمدة 24 ساعة. شو بتعمل بهال 24 ساعة؟ بتراقب النزاع اللي عم بيهدد الأمن والسلم الدولية. قرارتها ملزمة ولا غير ملزمة؟ غير ملزمة. نحفظها مشان نسمعها السريع. آخر جهاز شو هو؟ محكمة العدل الدولية. ممكن أعرف أو تحدث عن محكمة العدل الدولية، أي شيء شغل سهل ما في شيء. هلا إذا أنت رح تشتكي بشكل عام، لوين بتروح تشتكي؟ للمحكمة، للقاضي. فمعناها محكمة العدل شو هي؟ الجهاز القضائي الأساسي لمين؟ لمنظمة الأمم المتحدة. إذا سألوك بالامتحان صح وخطأ، إذا من الجهاز القضائي لمنظمة الأمم المتحدة؟ محكمة العدل الدولية. اثنين، كل واحد لاحظوا، مجلس الأمن بيتدخل بالمشاكل بالدول المخلة، الجمعية العامة بتتدخل بأي مشكلة بتعكر بصفو العلاقات الودية. طيب محكمة العدل بشو بتتدخل؟ بتتدخل بالمشاكل ذات الطبيعة القانونية. إذا بشو بتتدخل؟ بالفصل والمنازعات ذات الطبيعة القانونية. بس ايمت بحق لها؟ ايمت بحق لها تتدخل؟ في حال طلب منها المجلس والجمعيه العامه ذلك. فهمتوا شو القصه؟ اذا مين بالمرتبه الاولى؟ مجلس. مين الثانيه؟ الجمعيه. طيب هي اي منازعات بحق لها تتدخل فيهم فقط؟ ذات الطبيعه القانونيه. بس ايمت بحق لها تبدي رايها؟ بعد مجلس الامن وبعد مين؟ الجمعيه العامه. نجحت ولا فشلت بحل بعض المشاكل؟ نجحت بحل بعض المشاكل. مثال قضية الجزر بين فرنسا وبريطانيا، كانوا مختلفين. خليكم معي شوي، فرنسا وبريطانيا في بيناتهم جزر. فرنسا بتقول هذول إلي،
وبريطانيا بتقول هذول إلي. قالوا لنا تعال الشكل اللي محكمة العدل الدولية هي بتحل المشكلة أم نشحل بحل المشكلة. تمام؟ إذن خلاص أخذت هاي جزيرة وديك جزيرة ومشي الحال. إذن تعد جهاز القضاء الأساسي لمين؟ لمنظمة الأمم المتحدة. اثنين تتولى الفصل بين النزاعات بالطبيعة القانونية، بس إيه ما بدي حق لها تدي رأيها القانوني؟ بعد مين؟ مجلس الأمن والجمعية العامة. نشهد في حل بعض القضايا مثل مسألة الجزر بين فرنسا وبريطانيا. اسم الجزر ما بيهمني طبعاً. هلا نحفظ محكمة العدل الدولية على السريع. سؤال جاي دورتين قبل هالمرة. يبي يقولوا لك بين أهمية ثقافة السلام أو ما معنى ثقافة السلام. السؤال الماضي إجا كيف يتحقق تنمية أوفى لثقافة السلام. طبعا هو 10 أفكار بدنا نحفظ 6. هلا بدنا نلاقي الأسهل 6 ونحفظهم، واللي بيحفظهم بيروح على البيت. تمام؟ بس قبل اسمعوا شوي، أنا متوقع يجيني صحة وخطأ أو تجارة صحيحة من الصفحة اللي بعدها. قبل ما ناخذ الفقرات بدنا ناخذ الفقرتين. 21 من أيلول لكل سنة آخر كلمة عندنا بالدرس هو يوم دولي للسلام. تمام؟ يعني احتمال كبير يجينا ترجمة صحيحة. بيقولوا لك للحب، للعشر، 14 شباط للحب. أما 21 أيلول من كل عام هو يوم عالمي لشو؟ للسلام. طب بدي أسألكم سؤال، علل أهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. هلا العراق إذا بتذكروا أمريكا، أمريكا بشو تحججت لدخلة العراق عام 2003؟ لأنه في عندهم أسلحة دمار شامل. فشو هو أهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل؟ هلا أسلحة الدمار الشامل مدمرة، تذكروا قنبلة هيروشيما؟ هي مشهورة باليابان اللي دمرت مدينة هيروشيما كلياتها. فمعناها السلاح النووي خطر. فهن ليش أهمية منع انتشاره؟ لإزالة الخطر الذي يتهدد ملايين البشر. تمام؟ وثاني شيء ليكو خليكم معي شوي، قنبلة نووية بتكلف ملايين الدولارات. طيب بدل ما يدفعوا على سلاح الدمار الشامل ملايين الدولارات، وين بيصرفوا هالمصاري؟ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذا عم بيقولوا لك ما أهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل؟ أول شيء بيشيلوا الخطر اللي بيهدد ملايين البشر. ثاني شيء بيصرفوا المصاري اللي عم تنصرف عليه وين؟ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مثل لما أهلك يقولوا لك بدل ما تصرف حق فاتور وحق الألعاب النارية روح اصرف على أكلك ولبسك، صح ولا لا؟ بدل ما تصرف على الأرجيلة بيقولوا لك روح كول بهالمصاري. بدل ما تصرف على البلياردو والفيشة مثل ما بيقولوا لك هلك روح كول روح اشتري ثياب لك مضبوط ولا لا؟ هون نفس الشيء بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل. هلا كيف يتحقق تنمية أوفى لثقافة السلام؟ بدنا نحفظها، كل واحد يحفظها بيعدد لي 4 على الأقل بروح عليه. 1 ماذا تتبنى ثقافة السلام؟ تتبنى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. إذا ماذا تتبنى ثقافة السلام؟ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. أيضا بماذا تعترف بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة وبجميع حقوق الإنسان؟ شو معنى ثقافة السلام إذا؟ تتبنى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. 2 بشو بتعترف ثقافة السلام؟ بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة وأيضا بحقوق الإنسان جميعا. 3 ترفض العنف والصراعات. كيف بتحب تحل الخلافات؟ بالتفاوض. مثلا شافوا 2 عم يعلقوا مع بعض هن بيرفضوا العنف، بيقولوا لهم تفاوضوا وتحاوروا وحلوا مشكلتكم. 4 ممكن يجيني بالموضوع فكرة هون الحالة من رقم 4، اكتبوا لي فكرة موضوع. يمكن يجيني فكرة موضوع هيدي الحالة. ماذا يتطلب بناء ثقافة السلام؟ إذا ماذا يتطلب بناء ثقافة السلام؟ عملا تربويا وتثقيفيا واجتماعيا. إذا ماذا يتطلب بناء ثقافة السلام؟ عملا تربويا وتثقيفيا واجتماعيا شاملا. إذا يتاح من خلاله لكل شخص المشاركة في بناء مجتمع إنساني. إذا قالوا لك بالامتحان فكرة بموضوع
ماذا يتطلب بناء ثقافة السلام؟ عملا تربويا تثقيفيا اجتماعيا بحق فينا كل شخص فينا بناء مجتمع إنساني. نقرأ الصفحة. ملخص هلا على السريع، لها دور في كفالة حق تقرير المصير. إذا كفالة حق تقرير المصير، القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. إذا ثقافة السلام بتحب تقضي على جميع أشكال أو التمييز العنصري، بتحب تحقق التنمية الشاملة. إذا تحقيق التنمية المستدامة، فيكم تحفظوا فكرة كمان، القضاء على الفقر والأمية، تسوية الصراعات بالطريقة السلمية. يعني أي بدي ستة منهم، ستة بتاخذ علامة، ستة بتاخذ علامة. احفظوا أسهل شيء وسهلين، ما فيه شيء أبدا. يعني طبعا بيسمعوا مشان تروحوا على البيت. دور منظمة الأمم المتحدة في تحقيق السلام. نحن قلنا قبل هالمرة ليش انوجدت، ليش نشأت منظمة الأمم المتحدة؟ مشان حفظ الأمن والسلم الدوليين. طب يسألكم سؤال، شو الأجهزة، شو الأجهزة اللي بتستخدمها المنظمة في حفظ الأمن والسلم الدولي؟ ثلاثة، إن مجلس الأمن، الجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية. إذا أنا بدي أعرف إنه شو الأجهزة اللي بتستخدمها منظمة الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، شو هن؟ واحد مجلس بالترتيب، هن واحد مجلس الأمن هو اللي بيحتل القمة، اثنين اللي بعده مين؟ الجمعية العامة، ثلاثة مين؟ محكمة العدل الدولية. بدنا نشوف أول شيء مجلس الأمن. بدنا نحكي شوي عن مجلس الأمن، يعني هذول العبارات أول شيء بيجوني صح وخطأ. مين بيحتل الريادة في حفظ الأمن والسلم الدوليين؟ مجلس الأمن. يعني ممكن يغلطوه يقولوا لك الجمعية العامة تحتل الريادة، لا غلط. مين بيحتل الريادة؟ مجلس الأمن. بعدين الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة شو منحه؟ منحه، لاحظوا معي، هلا إذا دول مخلة بالأمن والسلم الدوليين، يعني دول عم تعمل مشاكل، شو عطى الميثاق؟ إنه يعاقبهم. إذا عطى السلطة مشان يعاقبهم. إذا شو منحه ميثاق الأمم